أبلغ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران أبلغ اتحاد الكرة برفضه العمل في إفريقيا خلال الفترة المقبلة. كان مسؤول الجبلية فتح خط المفاوضات مع المدير الفني البرتغالي صاحب الخبرات الكبيرة من أجل خلافة الأرجنتيني هكتور كوبر الذي تم الاستقرار على عدم تمديد تعاقده بعد الإخفاق في كأس العالم والخروج بالثلاث هزائم. ولدى كيروش تجربة وحيدة في العمل بإفريقيا كانت مع منتخب جنوب إفريقيا، كانت في الفترة من 2000 حتى 2002، لكنها لم تكن موفقة، وسبق له قيادة ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال وأيضا الإمارات.